لكن بدك بصراحة جاوبك حليمي، وأنا ما بعرف أحكين إلا مثل ما هني. تفضل. وزير الداخلية ما في إلا ما يقول أنا جاهز، لأنه عنده قانون ملزم يفوت على الانتخابات وفق القانون السابق ويعمل انتخابات بمواعيد المحددة لإله. بس وزير الداخلية مش وحده المسؤول، في عندك وزير التربية كمان والأساتذة، عندك أيضا الوزير العدل والقضاء. ثاني شيء، هل تحول التمويل لعنده؟ هو عم بيقول انا جاهز اذا بتعطوني كل اللوازم النجاح. ليش نحن امنيا نضبط نعمل انتخابات يعني بخلال شهر وكذا؟ ما صعبه، ما سهله. هو عمل الانتخابات النيابيه السنه الماضيه، وزلمه نشيط وشاطر وعنده كل الامكانيه، عنده كل النيه بس ما عنده كل الامكانيه. اما بالشق السياسي انا بقول لك بصراحه ولا منا حدا بده الانتخابات، ما لنا مصلحه فيها هلا. لا اقول لك ليش، تعمل لنا مشاكل بيضيعنا وتفوتنا بسجلات وعلى مؤسسات ما فيها دعم مادي، والاحزاب كلها ما بدها اياها خايفه منها. بصراحه لو ما عندي شجاعه ادبيه انا وكم نايب وامنا ونحن بنتحملها، ما حدا قدم عليها وكلهم بدهم اياها، بس ما حدا بيجاهر بصراحه ويقول قدموا، لانه ما يحافظوا على اللعبه الديمقراطيه وعلى المؤسسات الدوليه ولا رضا العام تبعهم. صراحة أنا بحترم شجاعتك أستاذ سجيع عطية، أنت تقول أنه يعني فعلا من قال أنه هيدي كلها حكة بالسياسة مزبوط، يعني السياسيين هن اللي بدهم 100%، ولو كنا السياسيين كلنا موافقين عليها كنا دبرناها وزبطناها وقت اللي بدنا. ولأنه صعب حوجة تمويل من اليو ان دي بي، مين قال لك ما في تمويل؟ ومين قال لك أنه 9 ملايين دولار صعبين على الاس دي ارز هول اللي اجوا للصحوبات الخاصه؟ طيب. بس سحبت منهم 600 مليون يا استاذي، وما حدا قال محل الكحل بعينك. شو بدك بالحكي؟ نحن بنفصلها مثل ما بدنا، بالسياسي ما حدا له مصلحه يعملها. وثاني شيء، نحن بعد شوي بنشد العصب، انا قلت لهم اياها بالمجلس وهلا بقول لك اياها بالاعلام، كلنا الله مصلحه بعد سنتين نعمل انتخابات لنشد العصب نستفيد منه بالانتخابات اللي جاي. ما واضحة يعني، ما حدا يتذكى حدا اليوم، البلد كله بيعرف بعضه. طيب الثلاثة في جلسة تشريعية، معقولة تغيب بعض الكتل؟ عم نشوف في سجال بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، ويبدو أنه كل حدا عم يتهم الآخر بالمواقف، يعني عم بيقولوا التيار الوطني الحر أنه موقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مخالف لموقف النائب جورج عدوان، وبنفس الوقت أنه كمان نهار الثلاثة في جلسة بعد الظهر لمجلس الوزراء وعلى جدول أعمال هذه الجلسة موضوع تمويل الانتخابات البلدية. ماذا لو أقروا أنه يمولوها من الاس دي ار؟ يعني بيكون تأمن التمويل. ما شرحت لك قبل هلا استاذي حليمة، الموضوع مش مشكلة تمويل بس، ما في مرشحين ما نزلوا. استاذ جورج عدوان منطقي، يعني اليوم إذا أجا قال أنا بدي أعمل انتخابات على بكره بعكار وبالشمال، ما عندي ولا حدا مرشح، إيش بده يعمل؟ حكما نحن سقطنا حكما تحت باب التأجيل، لأنه ما في حدا ما يقدم، ما حدا قدم. ما فيك تعملي انتخابات على 1120 بلدية، يعني حاول بالقليل شي 1500 عضو بلدية ورئيس و250 مختار، معطيكي بس عكار منطقتي. ونحن عندنا 13 واحد نازلين ولسه ما دفعوا الإيصالات بالمالية كمان لأنه مش فاتحة. يعني جورج عدوان عم يحكي منطق الزلمه، وبعتقد الحكيم الدكتور جعجع لو يمكن شاف التفاصيل او سمعني حيقول يا عمي لك كان معكم حق لن اجبلها. وانا ماني شايف، انا بدي اسالك سؤال واسال الدكتور جعجع، يعطيني ايجابيه وحده لانتخابات بلديه اليوم لا هيبه امنيه ولا امكانيه قضائيه ولا عدليه ولا جو سياسي، العالم جيعانه ما معها تاكل، انه بس بدنا نحن بدنا نحافظ على الايماج تبعنا تجاه المؤسسات الدولية. إذا معنا 10 ملايين خلينا نعمل الشهادات، نعمل تلاميذ للامتحانات لتلاميذ المدارس قاعدين بلا علم بلا شيء. إذا معنا مال هيك نعطيهم للبلديات الموجودة خلينا يشيلوا الزبالة عن بيوت الناس. ما فينا هيك انه نحن نعمل شعارات نطلقها. طيب. وتنفيذها والاولويات في ابدا منها بكثير. نعم. ست حليمه، بدي جواب هيك مختصر وسريع بما انه كنت صريح معنا بانه قلت انه النيه السياسيه غير موجوده باجراء هذه الانتخابات، هل في توافق بين الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس نبيه بري مسبق على عدم اجراء الانتخابات البلديه في موعدها؟ قال لك بكل صراحه، الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس بري مثل السمن على العسل، في اكثر من سمن وعسل بيلبق لبعضه، ما في احلى منه. لا تصدق، دائما على توافق تام، والرئيس بري والرئيس نجيب ميقاتي منطقيين وفعلا باتجاه المنطق هيدا. وعلى كلين ليش بدنا نستبق؟ يوم الثلاثاء عندنا جلسه تصويت،
قدمت الاقتراح انا وخي جهاد الصمد، يوم الثلاثاء عندنا تصويت، اغلبيه الكتل بناء على هالمعطيات هيدي حتصوت على الاقتراح القانون اللي مقدمينه، وبده يكون معلق. يعني ما بعتقد لا رئيس بري ولا رئيس نجيب مئاتي فيه يطلع من راي المجلس النيابي بشكل تام. واللي بده يغيب عن الجلسه بحقه الطبيعي يغيب. يعني انا ماني بقول لك هلا حط البند على تمويل البلديات، بعدين له حق رئيس مئاتي يحطه لعل وعسى بالمجلس النيابي ما زبطت معنا يوم الثلاثاء وتم التاجيل بدها تتم في وقتها، ساعتها بده يفتش رئيس مئاتي يا اما من السحوبات الخاصه او بده يجيب من اليو ان دي بي او بده يشحد مثل العاديه.